صور ادي احمد اهو نفس الستايل بقول لحضراتكم بتاع محمود شاكر، في نفس الجسم كده السمارت كده، وبيلعب برضه برجله الشمال. ادي لعبه على طول لسعيد مراد، سعيد مراد يسقط جوه المنطقه وخطر، انما ضربه جزاء، ضربه جزاء مين؟ احمد رؤوف. ادي احمد الغندور شاي واقف في مكان صح بيسمح له برؤيه اللعبه. ادى ركله جزاء احمد الغندور، مش هيرجع في قراره خلاص. واحمد رؤوف لعيب خبره على فكره اهو، بص تمرير السعيد مراد، ادي اللعبه وادي الدفعه. انما سعيد مراد ده لعيب كويس قوي قوي يا جماعه، وخبره كبيره جدا جدا جدا. بص بيلعب الكره بوش رجله ازاي اهو. واحمد رؤوف طبعا خبره وهداف، وادي محمد فتحي مدرب حراس المرمى، كان حارس مرمى اسوان وانتقل للاسماعيلي، وايضا الكابتن عماد النحاس. سعيد مراد ومحمود رضا ومواجهه، واحمد الغندور داخل سعيد، اداله الاشاره وداخل سعيد، وحلوه في سقف الجول 1-0. راح في الزاويه بس لتحت الحقيقه. اسيب بقى زميلي واخويا الكابتن عادل المأمور يقول لحضراتكم على اداء محمود رضا في اللعبه اللي فاتت، دقيقه 7 اول اهداف المباراه. سعيد مراد الهدف الاول من ضربة الجزاء اهو داخل سعيد. بص 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 حاططها في سقف العارضة اهو في الشبكة جوه، حلوة حلوة حلوة. 1-0 20 درجة جو كويس، وادي لعبة وفاول تاني. بقول لحضراتكم أسوان بدأ يدخل في أجواء اللقاء، أمير عابد كابتن التيم اهو بياخد فاول. عشر أخطاء على النادي المصري مقابل 4 لأسوان. فاول رمزي صالح طبعا بيكلم الحائط البشري زمايله، هيلعبها فؤاد سلامة بقول لحضراتكم أهو، ولفها وخطر، إنما دربكة وكورنر. شوفوا الكورة عملت إيه، دربكة 2-3 هم خبطوا ببعض، انما الحمد لله ربنا ستر. 2 مدافعين مع رمزي صالح، لسه ضربة ركنية هيلعبها برضو فؤاد سلامة، اتلعبت على طول، وادي رمزي يبعدها على طول بايده الاثنين، ترجع تاني لاسوان. الشايب يسقط جوه المنطقة، يطلع دفاع اسوان، انما فؤاد سلامة، فؤاد عايز يعدل على رجله الشمال، عدل وخد الفاول، الفاول من مكان خطر. لسه ما اتحركش اهو فؤاد سلامه من هنا. اتعرقل اهو. السيد عبد العال عامل معاه فاول. وادي رمزي صالح وادي فؤاد سلامه، حالف فؤاد سلامه ما يمشي من هنا غير لما يشوط حاجه على رمزي صالح الظاهر. فؤاد سلامة هيرفع ولا هيشوط؟ هنشوف ايه اللي في دماغه، اعتقد انه هيشوط، وشاط حلوة. يا خبر ابيض، قلتلكوا فؤاد سلامة حالف ما يمشي من الحتة دي الا لما يشوط حاجة على رمزي صالح، وقد كان. يا مش ممكن مش ممكن، دقيقة 21 هدف التعادل. حلوة 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 حلوة. 1-1 فؤاد سلامة، إنما اللعبة فيها كلام كتير، اللعبة فيها كلام كتير. وسجل يا كابتن عادل يا مأمور، سجل يا كابتن عادل. 1-1 شاطت ازاي على رمزي صالح وجاب جول، إنما جول حلو قوي قوي قوي.
واحد واحد. قلت لكم انا مش شايفه فؤاد سلامه، انما رد عليا قال لي ما تزعلش يا كابتن مصطفى، انا موجود اهو ومش همشي غير اما تبقى لي بصمه مع شباك فؤاد سلامه. وقد كان واحد واحد. ترجع من اسامه العزب تاني، بص من نص الملعب عشان في ضغط كده او مناوشات. طارق خطاب طويله على طول، سعيد مراد بيطلعه، احمد منصور بص لازم يجيب على اليمين ويعمل الاوفر وخطر وحلوه وجول، عدت وجول احمد جمعه. احمد جمعه اتلعبت في غفله من مدافعي اسوان رغم ان هم عارفين. بقول لحضراتكم الكره تقليديه، سعيد مراد استناه احمد ايمن منصور وحطها له، دخل على جوه ولم برجله اليمين واوفر، انما متابعه جيده جدا جدا جدا. والهدف الثاني للنادي المصري، ادي احمد جمعه، بص بص سعيد مراد اهو بيحاول ومن بدري اهو طلع، انما محمود رضا ما يقدرش يروح لان كان في مدافع مشارك معاه اهو، يمكن لو استنى شويه كان حط ايده فيها، انما يعني جول حلو لاحمد جمعه مفيش شك طبعا. البديل احمد جمعه بيجيب الهدف الثاني للنادي المطاق. كويس محمد الفيومي مرتاح، وادي حماده السيد اللي طالع بيزيد ورا فراودته الحقيقه، انما كان شكري نجيب. على طول تاني النادي المصري بيحاول، بيطلع أسوان توصل لموسى داو، وادي نقلة برضو تاني لأسوان ولعبة للفيومي ناحية الشمال، لو عدى خطر، عدى الفيومي، عدى لو بص، عدى لو بص، وبيركنها بعرض الملعب، يا خبر أبيض، إيهاب المصري جول جول، يا عيني على الحلاوة. قلت لكم لو عدى واللعيبة أصحاب الخبرات. بص يا كابتن الفيومي الصوره ما تكدبش، الفيومي لعيب خبره كبيره، رقص وعدى، واللي جاب مين؟ ايهاب المصري لعيب خبره برضو. ياه يا خبر ابيض على الكوره وحلاوتها. دقيقه 75 2-2 اهو، جول حلو 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 زي ما يكون حاططها بايده والله. ادي الفيومي خلصها كويس قوي من اسامه العزب، بص الاوفر بص، طالما اللعيب الكوره بص يا كابتن خلصت دي تلات ارباع الجول 2-2. يا عيني على الحلاوه. بهدف التعادل الثاني ترجع لفؤاد سلامه للفيومي لفؤاد، عايز يكمل انما اطول من اللازم، توصل لرمزي صالح. وصلنا للدقيقه 35، باقي 10 دقائق اعزائي مشاهدي قنوات تن وتن تي في في كل مكان، على نهاية الشوط الثاني والمباراة، والنتيجة 2-2 بين المصري البورسعيدي وأسوان. لقاء ضمن لقاءات الأسبوع التاسع اللي هيختتم إن شاء الله بكرة، إنما بعد هذا اللقاء في لقاء سموحة ووادي دجلة أيضا برضو هننقله لكم هنا عبر قنوات تين تي في، هيبدأ الساعة 5 إن شاء الله. تبديل هيطلع رقم 9 إيهاب المصري، وهينزل من أسوان بيتر أودورو. خرج إيهاب المصري وهيلعب بيتر أودورو، يبقى عمل تبديل كابتن عماد النحاس. وادي لعبه جول 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 جول، ما شفناهوش انما يتعاد، ده رقم 3 في المصري محمد مجدي. لحظه كده عدم تركيز من دفاع اسوان ولا ايه؟ المباراه عماله تروح وتيجي بشكل غريب جدا جدا جدا. زعلان اهو محمود رضا.
ادي اللعبه اهو، بص اتلعبت ازاي، اوفر وضربه راس برضو عدت في الزاويه البعيده لمحمود رضا، ادي الاوفر من كابوريا وادي ضربه الراس والهدف التالي. كرات السبت النهارده كان ليها على فكره مفعول سحر في الخمس اهداف اللي جم حتى الان.